عشرات الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها هيئة السياحة والتراث الوطني خلال آخر أيام ملتقى آثار المملكة الذي انطلق برعاية خادم الحرمين، حيث تدل تلك الآثار بما لا يدع مجالاً للشك عن عراقة تاريخ هذه الجزيرة التي يعبق تاريخها بكم من زاخر من الآثار. مهم جداً أن هذه المعلومات تصل لكل الناس. التوعية والتعريف قضية مهمة جدا بالنسبة لنا في التراث الحضاري، لأن هذه يعني تصل، إذا وصلت خاصة إلى إلى الشباب تجعلهم يفتخرون بوطنهم، يعتزون بهويتهم الوطنية، يحرصون على حماية هذا الإرث ويستفيدون من هذا الإرث، لأن هذا الإرث يستطيع أن يوفر فرص عمل، أن يوظف في التنمية السياحية وغير هذا وذاك. يعني نحن مطالبين بأن نعرف من نحن ومن نكون، لابد أن نعرف الماضي حتى نستشرف المستقبل. من الشرق والغرب والشمال والجنوب آثار تدل على أن الإنسان عاش على أرض هذه الجزيرة، وكتب الكثير من تاريخ حقبته تلك نقشا على الصخور أو من خلال بعض القطع الأثرية التي تبين عمق ذلك التاريخ. نحن الآن نحرص على مشاركة المجتمعات المحلية وحضور حتى المسؤولين، أمير المنطقة، مسؤولي الإدارة، يحضرون إلى المواقع ويرون ويشاركون حتى يثمنون ويقدرون ويعملون على مساعدتنا على حماية هذا التراث. أكثر من 10 سنوات مليئة بالعمل الدؤوب بين علماء الآثار السعوديين وفرق الاستكشاف الأجنبية التي تعاونت معها هيئة السياحة من مختلف دول العالم. منصور الأمير، الإخبارية، الرياض.